يقدم لكم موعد وتوقيت مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الجولة 22 من الدوري الفرنسي، والقناة نقل المباراة وملعب المباراة وترتيب الفريقين. وفي البداية نتمنى من حضراتكم مشاركتنا بتوقعاتنا قبل المباراة بالتعليقات أسفل هذا الفيديو. حيث يدخل فريق نانت هذا اللقاء وهو بالمركز 13 برصيد 22 نقطة، حيث لعب حتى الآن 21 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 11 مباراة، وسجل نانت حتى الآن 22 هدفا ودخلت شباكه 32 هدفا. أما فريق باريس سان جيرمان يدخل هذا اللقاء وهو بالمركز الأول بالصدارة برصيد 50 نقطة، حيث لعب حتى الآن 21 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة، وسجل حتى الآن 51 هدفا ودخلت شباكه 18 هدفا. وتقام مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، والحادية 11 مساء بتوقيت السعودية، والثانية 11 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وتزاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورتس وقناة ديما سبورت اتش دي وقناة يوروب سبورت وقناة أرينا سبورت 3 اتش دي. ويقام اللقاء على ملعب لا البجوار معقل فريق نانت، ويدير اللقاء تحكيميا جيروم بريسارد الفرنسي. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين للدور الأول بفوز باريس سان جيرمان 2-1. وفي النهاية شاركونا بتوقعاتكم للمباراة بالتعليقات أسفل الفيديو قبل انطلاقها.